كان بغيو نجددو الاعلان ديالنا عن التضامن ديالنا المبدئي ولا مشروط مع الشغيله الصحيه اللي ما تعرضوا له من قمع في المسيره ديالهم ب 10 يوليوز، وهي فرصه باش اننا نذكروا باللي ان هذه السياسه ديال القمع والترهيب ما كتزيد الا الاحتقان في الصفوف ديال الطلبه وديال الشغيله الصحيه وديال اي فئه كيف ما بغات تكون. فالسبيل انجح باش اننا نوصلوا لحلول واقعيه هو المقاربه التشاركيه والحوار اللي غادي تخلي ان هذه القطاعات في بلادنا يزيدوا القدام، فالحوار الاجتماعي هو الاساس. انه زعما باش نزكي ما قالوا الزملاء ديالي وما نطولش، هادشي كيحز في النفس اللي كنشوفوه دابا في الصفوف ديال طلبه الطب والصيدله، ملي كان سمعوا بانه تم طرد 16 ممثل، منهم من تم اعفاؤهم من التسجيل في الجامعه لمده موسمين، ومنهم من تم طرده نهائيا من الجامعه، وكذلك 20,000 كتفرق على الطلبه في دورتين ديال الامتحانات، حل المكاتب والمجالس ديال الطلبه. دابا حنا بغينا نعرفوا كيفاش غادي نقدروا اننا نتحاوروا، وحنايا الاطار اللي كيوحدنا تم حلوه، اذا لاننا حنايا كنامنوا بان الحوار هو اللي غادي يحل كل شيء، ولكن الاطار ديالنا اللي يعتبر راس المال ديال الطلبه كيتم الحل ديالو. هادشي كيحز في النفس، وهادشي كيزيد في الاحتقان في الصفوف ديال الطلبه، وكنتمناو انه يكون واحد الحل واقعي واللي غادي يعطينا واحد الدفعه الى الامام باش اننا نزيدوا بهذا القطاع. الموقف ديال الطلبه بعد هادشي كامل شنو الموقف؟ الموقف اصبح واضحا، 7 من المقاطعه غادي يمشي ضحيه ديالها طلبه من السنه الاولى الى السنه الخامسه، اللي اتكلم زعما بالضبط عن السنه الخامسه اللي كانوا ضحايا ديال كوفيد، اللي ما قراوش زعما ما تكونوش كيف ما زعما حنا تكوننا، تكونوا عن بعد، وغادي يزيدوا دابا في مقاطعه ديال 7 وما عرفناش امتى غادي تسالى، وغادي يزيدوا يتخرجوا في سنه سادسه. فكيف هذا الطبيب النهار غادي يخرج يزاول؟ كيفاش غادي يدير يتعامل مع المريض؟ لذلك اقل ما يمكن اعطائه للطلبه اللي يقدروا يبينوا زعما بحسن نيه ويبينوا بلي ان الحكومه فعلا بغى واحد الحل، هو اعفاء هاد الدفعات هادو من السنه الاولى للسنه الخامسه من هاد الهيكله الجديده، لانهم غادي يكونوا ضحايا ديالها، وغادي بحال غادي يكونوا في اران التجارب ديال هاد القرار اللي نزل. فعلا نثمن الوساطه، نثمن الاعضاء ديال البرلمان لانهم دخلوا باش انهم يعاونوا، ولكن الحكومه واش غادي تجاوبنا ولا ما غاديش تجاوبنا؟ واش غادي نبقاو غاديين فهاد المقاطعه هادي غادي نستمروا فيها حتى غادي نوصلوا للسنه البيضاء، او لا ما عرفناش المصير ديال طلبه الطب حاليا شنو هو. السنه البيضاء باش نذكروا بها وباش اننا ناكدوا راه ماشي هو المبتغى ديال الطلبه، لان ربما في بعض التصريحات كيقولوا بلي ان الطلبه عجبتهم هذه المقاطعه وفضلوا انهم يبقوا في السنه البيضاء وما قدوش يرجعوا يقراوا. لا، طلبة ديال الطب والصيدله كيتسناو بفارغ الصبر امتى يرجعوا للمدرجات ديالهم والاراضي ديال التدريب الاستشفائيه ديالهم، ماشي غادي يكملوا في السنه البيضاء. انما الحاجه اللي كتدفع الطلبه يستمروا في المقاطعه ديالهم هي السياسه ديال التنكيل والسياسه ديال اللي يدير. كيفاش بغيتوا الطلبه يثيقوا في المؤسسات ويثيقوا في الوزاره وهي اللي غادي هي اللي قصات الممثلين ديالهم، اللي الدور الوحيد ديالهم هو ايصال الصوت؟ حنايا خصنا نعرفوا بلي ان الا بغينا نتحاوروا راه خصنا مكاتب، والمكاتب دابا راه مازالين مسدودين، المجالس ديال الطلبه مازالين دابا مسدودين، ما كاينش مكاتب وما كاينش مجالس، ومحدنا غاديين في المشروعيه راه مازالين كنمثلوا الطلبه لان كنستمدوها من الطلبه، وحنايا ما كنتاخذوش القرارات، حنا بالعكس كنمشيو كنسمعوا للجهات المسؤوله كنسمعوا للطلبه وكنحاولوا اننا نقربوا الرؤى. ولكن هادشي اللي معروف كامل، وغادي نجيو نحطوا السهام على الطلبه ونقول لهم بلي انكم انتوما كتحرضوا الطلبه، كتقولوا لهم قاطعوا، كتهددوهم وما الى ذلك، حتى وصل في مثلا في وجده الى استدعاء 19 طالب منهم طلبه من السنه الاولى
الى الشرطه القضائيه وبمدينه الرباط تم استدعاء عاوتاني جوج ديال الطلبه الى الشرطه القضائيه. واش طلبه ديال الطب في التاريخ طلبه ديال الطب والصيدله وصلوا حتى لدرجه انهم يبقاو كيتجاروا في الكوميساريات؟ دابا الطلبه غير باش تعرفوا راه الممثلين بعض الممثلين راهم تاخذون مشاو في المسطره القانونيه، راه مشاو دخلوا في المسطره القانونيه ولا جابوا المحاميين باش انهم يدافعوا على راسهم فهاد العقوبات هادو اللي تنزلوا عليهم. واش الطالب ديال الطب وديال الصيدله اللي باغي يتكون باش انه يداوي المواطن المغربي غادي يبقى كيتجرى في الكوميساريات وفي المحاكم؟ وفي الاخير تطلبون منا باننا نجدوا الثقه في المؤسسات؟ لا يمكن، لا يمكن. هذا موقف طلبه، موقف طلبه واضح جدا، يعني باش حتى الا كانوا خرجات اخرى ولا راه الموقف طلبه واضح، هي راس المال يحضر اللي هو المجالس والمكاتب ديال الطلبه، ارجاع الممثلين ونحيدوا لهم هاد لي سانكسيون اللي كانوا مجحفه في حقهم بلا ما نتكلموا على التهم اللي تلفقت لهم، وكذلك الاصفار ازيد من 20,000 صفر للطلبه الاطباء والصيادله. علاش؟ لانهم كيدافعوا على حقهم. خصنا والحاجه اللي بغيت زعما نذكر بها راه الطلبه ديال السنه السادسه والسنه السابعه ما داخلينش كاع في المقاطعه، حتى هما راهم كيعانيو، حتى هما تحطوا عليهم عقوبات، منهم الممثل الزميل ديالنا اللي نتضامن معه تضامنا كليا، زميل ديالنا ديال السنه السابعه بموقع مراكش اللي كنتمنوا له التوفيق في اجتياز الامتحانات السريريه ديالو اللي كان موقف منه، تم توقيفه من اجتياز الامتحانات السريريه وهو في اخر مشوار الدراسي الطبي ديالو. لذلك نريد ان نذكر طلبه الدفعه الاولى الى الدفعه الخامسه ضحايا ديال هذا القرار اللي نزل عموديا بدون تشاور لا مع الطلبه لا مع الاساتذه، اعفاء ديالهم من هذا القرار ممكن اننا نستمروا باش اننا نلقاو واحد الحل، ولكن باش اننا نديروا نمشيو في البراد فير، وهذه اللي كنسمعوها بزاف، واش نتوما غاديين في براد فير مع الوزاره؟ كون كنا غاديين في براد فير مع الوزاره راه ما غاديش نجلسوا مع ازيد من 100 اجتماع، لا مع البرلمان لا مع الهيئه ديال الاطباء ولا لا مع بزاف ديال الفاعلين الاجتماعيين، ما نجلسوا مع حتى شي واحد، غادي نغلقوا الحوار وغادي نستمروا في المقاطعه ديالنا. لذلك نتمنى ان الجهات المسؤوله تكون تشد هذا الملف ديالنا بطريقه جاده، لانه طول 7 أشهر من المقاطعه راه كيضرب في السمعه ديال البلاد ديالنا. نتمنى ان المشكل يتحل، وتحيه مجدده لكم.